سيد مقتدى الصدر قدم اعتذاره للشعب العراقي وطلب من أنصاره الانسحاب فورا من المنطقة الخضراء من أجل إنهاء اقتتال خطير شهده العراق وشهدته المنطقة الخضراء بشكل مؤسف وبشكل خطير للغاية. اللقطات لم تكن عادية مما جاء على الأقل من الاقتتال الذي جاء ليلة يوم أمس. هذه إحدى اللقطات، الكثير من المقاطع قد انتشرت مما كان يجري، وكما هو واضح من هذا المقطع وقبل أن نبدأ به سنلاحظ بأننا أمام إحدى المباني التي تبدو واضحة من خلال هذا التصوير، وأن هنالك علما عراقيا سيبدو واضحا مع تشغيل هذا المقطع الذي تلاحظونه. وهنا طبعا طريق بهذا الاتجاه، الطريق واسع بشكل واضح، وبالتالي إذا ما قمنا بتشغيل هذا المقطع فقط لنشاهد هذا الاقتتال الخطير للغاية الذي كان فعلا يضع العراق بأنه سيتوجه، قد يكون وقد يتوجه إلى المجهول، قد تستمر هذه الأمور. كانت الأسئلة كثيرة حول ما ممكن أن يجري، وبالتالي لكي نفهم ما الذي جرى وأين كانت نقاط الاشتباك الخطيرة وكيف أن الأمور كانت خطيرة وإلى أي مدى هي كانت خطيرة فعلا، دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لنفهم بالضبط ما الذي كان يجري. على الأقل من المقاطع المصورة الكثيرة التي انتشرت تمكننا من معرفة ما كان يجري. هنا العاصمة العراقية بغداد، نتوجه مباشرة إلى المنطقة الخضراء. هذه هي المنطقة الخضراء لنأخذ صورة معدلة بهذا الشكل لكي نلاحظ ما الذي كان يجري، وبالتالي بالتوقف في هذه المنطقة تحديدا ولنأخذ الحدود الخاصة بالمنطقة الخضراء. هذه هي الحدود الخاصة بهذه المنطقة الخضراء المهمة للغاية والتي شهدت تصعيدا خطيرا للغاية. كما نتحدث الآن أن نقاط وعملية الاشتباكات التي تجري بشكل عام هي كانت تجري في هذه المنطقة. هنا كما تلاحظون بهذا الاتجاه هي ساحة التحرير وجسر الجمهورية وكذلك جسر السنك. هنا كانت الاشتباكات الواضحة والخطيرة بهذه المنطقة. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنفهم أين بالضبط وما هي تفاصيل طبيعة هذه الاشتباكات بالنسبة لعناصر سرايا السلام وكذلك القوات المدافعة عن المنطقة الخضراء. وبالتالي إذا ما لاحظنا سنلاحظ بأن هنالك ثلاثة نقاط كانت تجري فيها هذه الاشتباكات. النقطة الأولى هو هذا التقاطع الذي تلاحظونه مع المدخل إلى المنطقة الخضراء بعد جسر الجمهورية، وهذه نقطة أخرى للاشتباكات. وكانت بعض التقارير وبعض المناطق تحدثت أن هنالك بعض الاشتباكات في هذا الاتجاه بالقرب من مجلس النواب العراقي، وبالتالي كانوا أنصار التيار الصدري وتحديدا سرايا السلام كانوا يحاولون التقدم بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، والقوات المدافعة كانت حاضرة في الزمان والمكان في عملية التصدي لمنع أي تقدم ممكن أن يجري إلى المنطقة الخضراء. دعونا نأخذ صورة أوضح لهذا الموقع ولنلاحظ ما الذي كان يجري. وطبعا هذه المناطق هي كانت قد شهدت صراعا كبيرا جدا بهذا الاتجاه. دعونا نقترب أولا من هذا المبنى الذي أخذنا طبعا صورة منه وملاحظة من المقطع الذي سبق هذا المقطع. هذا هو المبنى الذي لاحظناه، هذا هو مجلس النواب العراقي. لننسحب قليلا بهذا الاتجاه ولنبدأ من أولى هذه البوابات لنلاحظ هذه البوابة تحديدا التي تأتي بعد جسر الجمهورية. هنا كما تلاحظون بهذا الاتجاه هو مبنى وزارة التخطيط، وبالتالي هذه المنطقة كانت منطقة خطيرة للغاية. لنأخذ هذا اللون الأحمر لنوضح طبيعة الاشتباكات. كما تحدثنا الآن عناصر سرايا السلام كانوا يحاولون التقدم والقوات المدافعة كانت حاضرة بهذا الاتجاه، ولكن لنلاحظ بأن هنالك مباني مهمة جدا موجودة في هذه المنطقة. كما تحدثنا هذه وزارة التخطيط، هذه وزارة الدفاع، وكذلك هنا يأتي مبنى أو منزل السيد نوري المالكي وكذلك منزل رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي. بهذا الاتجاه هنالك قصور وهنالك مباني حكومية مهمة للغاية، بالتالي عناصر سرايا السلام الواضح كانوا يبحثون عن عملية التقدم كما كان هو واضحا من طبيعة الاشتباكات الخطيرة والاقتتال الخطير الذي جاء يوم أمس. إنهم لو تمكنوا بأي شكل من الأشكال بالوصول إلى هذه المنطقة لكان الموقف خطيرا للغاية، ولكن الدفاع كان حاضرا وقويا في عملية الصد بكل تأكيد. وبالتالي دعونا نبتعد قليلا الآن من هذا المنظر بعد أن فهمنا ما الذي كان يجري. هذه
إحدى نقاط الاشتباك كما تحدثنا. والآن لنتحدث عن النقطة الأخرى الأخطر والتي كانت تشهد أكبر وأعنف الاشتباكات. هنالك كانت مقاطعا لهذا الموقع ويجب أن نتعرف عليه بشكل واضح. واحدة من اللقطات التي كانت حاضرة كما تلاحظون بهذا الشكل بأن كان هنالك اقتحاما لهذه البوابة، ولكن بعد ذلك القوات المدافعة كانت حاضرة في عملية الدفاع. الصراع كبير جدا الذي كان حاضرا في هذه البوابة، وكانت هنالك لقطات حاضرة من هذه البوابة كثيرة لكي نتأكد من طبيعة ما نتحدث عنه. سنلاحظ بأن هذه واحدة من اللقطات لأحد عناصر سرايا السلام وهو يضرب بالقاذفة كما هو ملاحظ بالآر بي جي 7. نلاحظ بأننا أمام طريق يأتي بهذا الاتجاه ونقطة وسطية، وهذا طبعا هو أحد الأعمدة، وواضح جدا بهذه الالتفافة طبعا الصبات الكونكريتية مع وجود شجرة قريبة جدا بداخل هذه الصبات الكونكريتية، مع وجود هذا المبنى الذي تلاحظونه الذي يأتي بشباكين بهذا الاتجاه، وهنا ثلاثة شبابيك، مبنى واضح جدا بالمربعات البيضاء، واحدة من النقاط المهمة التي سنأخذ عنها ملاحظات. كذلك من اللقطات الاشتباكات وانسحاب طبعا عناصر سرايا السلام من اشتباكات عنيفة كانت حاضرة بهذا الشكل. سنلاحظ مع هذه الصبات الكونكريتية أن هنالك مبنى مرتفع كان واضحا، وكذلك هذه النقطة المرتفعة طبعا والأعمدة المرتفعة التي تعطي بشكل واضح إشارات لكي تتوجه إلى المنطقة. واضح العناصر أو القوات المدافعة كانت حاضرة بهذا الاتجاه في عملية التصدي. إذن دعونا الآن في ظل هذه العلامات نتوجه إلى القمر الصناعي مباشرة لكي نلاحظ هذه النقطة المهمة للغاية. لنقترب من هذه البوابة بشكل مباشر. هذه هي البوابة التي طبعا شهدت الكثير والكثير، لنأخذ صورة معدلة أو موضحة، التفافة بسيطة جدا بهذا الشكل. سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما، بأن الطريق يأتي بهذا الاتجاه، هذه هي النقطة الوسطية، وهنا العمود قد لا يبدو واضحا ولكنه واضح من هذا الاتجاه طبعا، لكن ليس واضحا 100%. وهذه هي الصبات الكونكريتية، وهذه هي طبعا الشجرة التي كانت واضحة من خلال هذه الصورة، والمبنى طبعا العالي هو يأتي بهذا الاتجاه تقريبا خارج المنطقة طبعا الخضراء كما تلاحظون. ودعونا نأتي قريبا من المنطقة الخضراء لنذهب لنتوجه إليه لكي نلاحظ هذا المبنى. هذا هو البناية أو البناية الكبيرة التي لاحظناها مع الشبابيك الخاصة بها أو الفتحات الخاصة بها. المبنى واضح جدا متطابق تماما، وبالتالي أصبحنا أمام علامات متطابقة من طبيعة الصور وما نقل عبر الفيديوهات. وبالتالي الآن بأخذ التفافة بسيطة لنلاحظ النقطتين طبعا المهمتين التي لاحظناها. هذا هو الموقع المرتفع الذي لاحظناه، وهذا هو العمود المرتفع بالعلامات. بأخذ صورة واضحة الآن نلاحظ كل شيء تطابق الآن مما نمتلكه من طبيعة هذه الصدامات التي كانت تجري بشكل خطير في هذا الموقع. بالتوقف هنا فإن هذه المنطقة كانت منطقة خطيرة جدا، وكانت الأمور ليست طبيعية مما يجري بهذا الاتجاه، وبالتالي كنا أمام تراشق وصراع وقوات مدافعة بشكل كبير عن هذه البوابة بسبب أهمية النقاط التي ممكن أن تكون خطرة إذا ما تقدمت هذه العناصر مباشرة بهذا الشكل. وبالتالي الآن إذا ما لاحظنا وأخذنا صورة مبعدة لكل ما يجري، فإن الأمور وهذه الاشتباكات كان نوعا ما مسيطر عليها بحسب على الأقل ما تم تناقله من هذا الموضوع. وبالتالي المنطقة التي نلاحظها بالنسبة للعناصر سرايا السلام كانوا واضح يتقدمون بهذا، يحاولون التقدم بهذا الاتجاه، وطبعا بالنسبة للقوات المدافعة كانت حاضرة بهذه المنطقة وكانت مدافعة بشكل واضح. وبالتالي نستطيع القول أن ما كان يجري هو عبارة عن اشتباكات محدودة، اشتباكات مسيطر عليها رغم الأزمة الكبيرة التي شهدها العراق يوم أمس. وهذا يتطابق تماما مع ما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني قبل ما يقارب الثلاثة أيام فقط من مصدر مقرب من المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني بهذا الشكل لموقع ميدل إيست آي. هذا المصدر صرح وقال تقييمنا للوضع هو أن الاشتباك سيحدث لكنه سيكون محدودا، سيكون هذا نتيجة الخطاب المتوتر. وبالتالي هذه كانت مسألة واضح جدا بأن كانت هنالك توقعات ومصادر واضحة عن طبيعة
ما ممكن أن يجري. كذلك يجب أن نلاحظ بأن هنالك أمرا مثيرا للغاية، أن السفارة الأمريكية الموجودة بهذا الاتجاه هي لم تغادر، رغم أن الاشتباكات كانت خطيرة التي تأتي هنا كما نلاحظ. وطبعا هذا يفسر الكثير من طبيعة السيطرة على هذا الهجوم وغيرها، يفسر لماذا السفارة الأمريكية لم تغادر، وقد يفسر الكثير من المعلومات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية عن طبيعة ما يجري، خاصة إذا ما تذكرنا ما جرى من انسحاب للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. فبمجرد ما بدأت تتقدم حركة طالبان على بعد مئات الكيلومترات، فجأة ظهرت طائرة الشينوك وهي طبعا تغادر السفارة الأمريكية وأحرقوا السفارة الأمريكية. ويجب أن ننتبه أن هذه النقطة التي نتحدث عنها بالنسبة للسفارة الأمريكية كل البعد عن مناطق الاشتباك هي عبارة عن 2.3 كيلومتر من طبيعة هذه الاشتباكات، رغم القرب رغم المسافة، إلا أن كل شيء على ما يبدو كان محسوبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وما كان ممكن أن يجري بكل تأكيد. هنالك كانت خسائر من هذه الاشتباكات المؤسفة التي جرت يوم أمس بحسب مصادر خاصة تحصلت عليها الواشنطن بوست الأمريكية اليوم بعد إعلان السيد مقتدى الصدر وطلبه بشكل واضح من أنصاره بالانسحاب. وضحت هذه المصادر بأن أكثر من 30 قتيلا، على الأقل 30 قتيلا بالإضافة إلى 400 جريح عراقي بسبب هذه الاشتباكات التي جرت. وأكدت الواشنطن بوست بحسب المصادر التي تحصلت عليها بأن هذه الأرقام ممكن أن تزداد بشكل مباشر. من كان الطرف الذي يواجه التيار الصدري؟ من هذا هو الطرف؟ هذا طبعا دخلنا في مشكلة في هذه المسألة، وهنالك تضارب على المستوى الإعلامي عالي. ولكن السيد مقتدى الصدر بنفسه كان واضحا من خلال الكلمة التي طلب بها من أنصاره بالانسحاب مباشرة. هو شكر القوات الأمنية، شكر الحشد الشعبي، شكر أيضا رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي والحكومة العراقية، وقال بأنها لم تكن طرفا في هذا الصراع. ولكن في نفس الوقت في نهاية المؤتمر الصحفي الخاص به وبالإجابة على أحد الأسئلة قال: لو استمعتم لحل ومسألة حل الفصائل المسلحة التي طلبتها سابقا لما حدث ما حدث، بل إن أيضا وزير القائد وهو وزير السيد مقتدى الصدر السيد صالح محمد العراقي بعد انتهاء الأمور قال الآتي: على الفصائل المسلحة وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي عنوان أن تخرج من المنطقة الخضراء لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فورا. الآن النقطة الأساسية: إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا هو السؤال. ما الذي سيجري الآن؟ ما يبدو الآن بحسب ما جرى أن السيد مقتدى الصدر قد اعتزل السياسة نهائيا، طلب من جماهيره الانسحاب، انسحبوا سرايا السلام تماما من المنطقة الخضراء، الضغط انتهى. بالإضافة إلى ذلك علينا التذكر بأنه انسحب تماما من العملية السياسية، من الأغلبية التي كان يتمتع بها، انسحبوا من البرلمان. وكذلك في نفس الوقت يجب أن نتذكر بأن المحكمة الاتحادية هي أقرت بشكل واضح وبشكل قانوني بأنها غير قادرة على حل البرلمان العراقي بشكل مباشر. وكذلك في نفس الوقت أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال بحسب تفسيرات قانونية تؤكد بأن أيضا الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي غير قادر على تقديم طلب لرئيس الجمهورية من أجل حل البرلمان. وبالتالي لا يبدو الآن حتى هذه اللحظة أن الإطار التنسيقي هو الذي يمتلك الأغلبية حتى هذه اللحظة ويمتلك السيطرة، وليس هنالك أي طريق إلا أن تعقد جلسة بشكل مباشر. وقد يتوجهون إلى تشكيل الحكومة في ظل هذا الانسحاب الواضح للسيد مقتدى الصدر، ولكن هل فعلا انتهت الأمور؟ هذا الأمر لا يبدو واضحا، وتبدو أن الأزمة السياسية مستمرة. فعلى الأقل عندما نلاحظ وزير السيد مقتدى الصدر وضح بهذا الشكل بتغريدة أخرى بعد انتهاء الأمور قال: لن نسمح بفساد جديد يقوده الفاسدون. كذلك صفحات تابعة للتيار الصدري أو مساندة للتيار الصدري كانوا قد وضحوا وقالوا: حل البرلمان قادم وتنفيذ المطالب لا بد منها، لن ينعم الفاسدون بعراقنا الجريح. وبالتالي هذا قد يوضح بأن الأمور لم تنتهي أبدا، خاصة وأن علينا تذكر أمرا مهما بأن لا زالت هنالك شكاوى من أنصار التيار الصدري قد تم تقديمها مباشرة. بالنسبة لأنصار التيار الصدري قدموها للمحكمة الاتحادية، وحتى هذه اللحظة المحكمة الاتحادية لم تنظر بها، قد تأتي طريقا قانونيا بأي شكل من الأشكال تجاه البرلمان. وقد نرى بشكل مفاجئ الإطار التنسيقي كمبادرة، بما أن مبادرة السيد مقتدى الصدر رحب بها الجميع وهي كانت للخلاص من الفتنة وللخلاص وإنقاذ الدم العراقي مما جرى من اقتتال كبير شهدناه على مستوى العراق وتحديدا
في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. قد نرى الإطار التنسيقي يبادر بحل البرلماني مباشرة، مما يوضح أن هنالك ترتيبات لتغيير معين قادم. وهذه طبعا المسألة يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة، أن رئيس الجمهورية برهام صالح قبل أن نبدأ هذا البرنامج بأكثر من ساعة تقريبا كان قد تحدث بهذا الشكل وقال الآتي: البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية عاجلة في منظومة الحكم وإجراء انتخابات جديدة مبكرة يمثل مخرجا للأزمة الراهنة. والواضح بأننا قد نكون متوجهين إلى عملية تغييرات واضحة في النظام وفي المنظومة السياسية الجارية في الداخل العراقي. ننتظر ونرى بكل تأكيد، ولكن الأزمة السياسية مستمرة، فإن السيد نوري المالكي أصدر بيانا بهذا الشكل مطولا من 7 نقاط، الكثير من التفاصيل ذكره، ولكن في هذا البيان لم يشكر السيد مقتدى الصدر على ما قام به من فعل، شكره جميع الأوساط العراقية السياسية المهمة. من جميع الأوساط شكرت السيد مقتدى الصدر على ما قام به مباشرة، ولكن السيد نوري المالكي لم يوجه أي شكر للسيد مقتدى الصدر، وهذا يوضح بأننا أمام أزمة سياسية مستمرة، وسنرى ما سيحدث